تهديدات إسرائيلية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء القدس التي تغطي ما يقارب 25% من مساحة الضفة الغربية، ما يعادل 366 كيلومترا مربعا بين القدس ورام الله وبيت لحم وأريحة. هذه المناطق قد تغرق في ظلام دامس إذا لم تدفع الشركة الديون المترتبة عليها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما تطالب الأخيرة حكومة نتنياهو بالتدخل لتحصيل الأموال من السلطة الفلسطينية. حاليا الديون وصلت علينا لشركة كهرباء إسرائيل 880 مليون شيكل، وضع أكيد خطير جدا، وخصوصا نحن في قلب مدينة القدس. تستطيع إسرائيل عبر إجراءات قانونية بالسيطرة على الشركة إذا استمر مثل هيك وضع. نأمل أن من السلطة الوطنية الفلسطينية أنها تلتزم بتسديد ما عليها واللي قارب تقريبا 400 مليون شيكل. محللون سياسيون قالوا إن هذه التهديدات هي بالونات اختبار للسلطة الفلسطينية وضغط سياسي عليها، لا سيما وأن التهديدات جاءت في مرحلة حرجة للغاية بين اقتراب نهاية المفاوضات دون أي تقدم ملحوظ، وبين فشل كيري في طرح خطته التي تطال العديد من الثوابت الفلسطينية، فقد تكون هذه التهديدات عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني. أيضا تهديد حقيقي ومس حقيقي بعصب الحياة في الضفة الغربية، وبالتالي لا يمكن فصل الضغوط الاقتصادية عن الضغوط السياسية. عمليا توريط السلطة بالأمور الحياة اليومية بهذا الشكل سيجعل من السلطة عاجزة أمام جماهيرها، وبالتالي هذا جزء من إضعافها وتهميشها وزيادة الضغوط المختلفة عليها. الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس بلغت 800 مليون شيكل، منها 400 مليون هي إجمالي الديون المترتبة على مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مبالغ بالنسبة لشركة الكهرباء بالغة ويصعب سدادها إلا في حالة دفع السلطة الفلسطينية للديون المترتبة عليها. قد تغرق الضفة الغربية بظلام دامس نتيجة لتراكم ديون شركة كهرباء القدس، أما أن إسرائيل تضغط سياسيا على السلطة الفلسطينية للقبول بأية حلول مقابل المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني. من مدينة رام الله، أحمد برهمة، رؤية